اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بيكم في هذه الفقره. في الحقيقه الفقره دي مهمه جدا احنا نتكلم فيها، لابد من التعاون من جميع المواطنين مع رجل الاحصاء اللي بيقوم بالتعداد السكني، التعداد المكاني والتعداد الخاص بالمباني ككل والوحدات السكنيه الخاصه بها، وكمان بيكون في تعداد على مرحله ثالثه، تعداد المنشات للوقوف طبعا على اخر المستجدات الخاصه بنا. في الحقيقه التعداد ده مهم جدا لكل المصريين، مش مهم فقط لفئه بعينها او ان احنا نقدر نعرف ايه الهدف منه. الهدف منه ان احنا نقدر نحصر احنا عندنا ايه ومحتاجين ايه في الفتره اللي جايه، ممكن يعني نحتاج ايه في المكان ده، او نحتاج ايه في الوظائف دي، او نحتاج ايه في المصانع دي، او نحتاج ايه في عدد السكان، السكان دول في المنطقه دي محتاجين ايه من خدمات. فده كله بيوفره التعداد السكاني، فلابد من الصدق في المعلومه مع رجل التعداد. اخر تعداد كان لينا في مصر عام 2007، تعداد بيتم كل 10 سنوات، كان يعني 2006 2007، فكان التعداد اللي جاي ان شاء الله يكون 2017. ابتدى فعليا التعداد يدخل حيز التنفيذ للمنشآت السكنية او للمباني السكنية وحصر المباني من فبراير 2017. ان شاء الله بعد ما يتم حصر المباني بشكل كبير هيتم كمان التعداد للمواطنين، بعد كده ننتقل للمنشآت في مرحلة تالتة عشان نخلص من التعداد ككل. التعداد المرة دي مختلف، مش هيكون ورقي زي التعداد اللي كان في عام 2006، التعداد المرة دي هيكون الكتروني عن طريق الاجهزة الايباد. عند ادخال المعلومة من رجل التعداد هيكون مباشرة على السيرفر الخاص بي او السيرفر الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عشان نوفر مصروفات بشكل كبير وكمان السرعة في الاداء والحصر العددي السريع جدا. ارحب بضيف الكريم اللي نقدر نعرف منه ابرز المعلومات وابرز التفاصيل الخاصة بالتعبئة السكاني، الاستاذ محمد عبد القادر، مدير عام الاحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. مشرفنا استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ عمرو. في الحقيقة بنخرج بتقرير بسيط نشوف فيه المستجدات ومدى يعني ايه اللي تم لحد دلوقتي، نرجع ان شاء الله نتواصل معاكم متابع. قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن التعداد العام للسكان يعتبر أهم مشروع إحصائي تنفذه جميع الأجهزة الإحصائية في كل دول العالم، لافتا إلى أن إجراء التعداد السكاني يتم كل 10 سنوات لرصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، علاوة على حجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، بالإضافة إلى رصد كل الأنشطة الاقتصادية وخصائصها، وذلك لتكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة واستخدام تلك البيانات المهمة في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح الجندي أنه سيتم خلال التعداد السكاني لعام 2017 إتاحة تسجيل المواطنين لبياناتهم إلكترونياً عن طريق أن يقوم المواطن بتسجيل بياناته من خلال استمارة، علاوة على تخصيص رقم موحد على مستوى الجمهورية يستطيع المواطن استخدامه في حال أن يكون لديه أي استفسارات خاصة بالاستمارة، ليقوم المختص بالشرح له عبر الهاتف حتى ينتهي المواطن من تسجيل بياناته كاملة بشكل صحيح ومدقق. وأشار الجهاز إلى استمرار إتاحة فرصة التسجيل الذاتي للأسر التي أبدت رغبتها في ذلك في المرحلة السابقة عبر الإنترنت. ويهيب الجهاز المركزي والعاملون بالتعداد بالمواطنين ضرورة الإدلاء بالبيانات المطلوبة سعيا للحصول على قواعد بيانات دقيقة مفيدة لأغراض التخطيط والتنمية. اهلا بحضراتكم جديد، برحب مره اخرى بضيفنا الكريم الاستاذ محمد عبد القادر، مدير عام الاحصاءات بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. شرفنا استاذ محمد. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. احنا بنتكلم عن التعداد عام 2017 على 3 مراحل، عايزين نعرف ايه هم الـ3 مراحل وماذا يحدث في المراحل دي. انا بشكر حضرتك على التقدمة اللي قدمتها، والتقرير بيفيدنا كتير وبيخدمنا كتير في الموضوع ده. التعداد السكاني ببساطه انا باخد لقطه اعرف الاول بعد اذنك المشاهدين بالتعداد ايه هو. انا باخد لقطه للمجتمع في لحظه معينه، اشوف خصائص المجتمع اللي انا فيه ده ايه هي. لو انا بتكلم على عدد فقط فالعدد موجود عندنا في الجهاز مفيش مشكله، والساعه السكانيه متعلقه فوق الجهاز بتقول العدد بتاعنا بيزيد قد ايه وماشيين بيها، مفيش مشكله خالص في العدد وبيتم بطرق علميه سليمه وبالزياده الطبيعيه وكل حاجه. لكن لو احنا حبينا بقى نعرف المجتمع بتاعنا، نتعرف عليه، عايز اعرف الخصائص بتاعته. على سبيل المثال نسبه النوع،
قد ايه ذكور قد ايه اناث، عشان التفضيلات بتاعت كل نوع من الادوان تختلف عن الاخر. لو حبيت مثلا اعرف التركيب العمري لفئات المجتمع، ابقى عارف قد ايه عندي في الفئه العمريه اقل من 5 سنوات وبيحتاجوا قد ايه خدمات صحيه وتطعيمات والحاجات اللي اقل من سنه والتطعيمات والحاجات دي كلها، ابقى عارف اللي هم من 5 ل10 مثلا وهعمل قد ايه مدارس محتاج ايه والحاجات دي كلها، بيبقى عندي لقطه كامله للمجتمع. الحاله العمليه للافراد ابقى عارف كل واحد بيشتغل، الحاله التعليميه ابقى عارف المهارات اللي عندي ايه، على الاقل لما اجي ابص لحاجه زي البطاله وعايز اشوف مشكله البطاله احلها واوجد فرص عمل، ابقى عارف التركيبه بتاعت المجتمع عندي مين هيشتغل فين ومين هيشتغل ايه وايه اللي انا المفروض اوفره، يبقى عندي تخطيط على اساس سليم، في بيانات صح في تخطيط صح، في بيانات مش مظبوطه يبقى التخطيط بتاعنا مش مظبوط. اذا هنا زي ما التقرير كان بيقول ان التعداد السكاني اضخم مشروع بتقوم بيه الاجهزه الاحصائيه على مستوى العالم ككل، فعلا دي حقيقه، لان التعداد مشروع مكلف بياخد عماله كتيره جدا، الميزانيه بتاعته بتبقى عاليه جدا. ليه؟ عشان اتعرف على خصائص المجتمع في لحظه معينه خلال ال10 سنوات. تمام. التعداد بتاعنا الاخير كان في 2006، التعداد ده يختلف عنه تماما. احنا عملنا ده التعداد ال14 في سلسله التعدادات اللي قامت بيها مصر، التعداد رقم 14، ولكن التعداد الاول من نوعه لانه بيعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل. منظومه تكنولوجيه متكامله، ما هياش مجرد ان المعاون بتاعي او الباحث اللي داخل لحضرتك في الاسره ماسك تابلت في ايده، لا، وبياخد عليه بيانات ويرجع يدهاني بعد كده باي نظام، لا، ده نظام الكتروني متكامل، الداتا بترسل فورا في تحديث اوتوماتيك للبيانات بيتم، فالداتا اللي خدها المعاون من حضرتك ومني ومن التاني ومن التالت بتجي الجهاز على السيرفر، ده كمان مش كده بس، ده في سيرفر احتياطي موجود في مكان اخر في القريه الذكيه، على اساس لو السيرفر ده لاي سبب من الاسباب حصل حاجه لا قدر الله او حصل اي حاجه، السيرفر التاني على طول بيقوم اوتوماتيك عشان ياخد البيانات يستقبلها، عشان ما فيش بيانات تضيع، يبقى المجهود بتاعنا راح، التكلفه بتاعتنا ما راحتش هباء منصور، تبقى كل حاجه موجوده. اذا هنا التعداد ده بالذات كمان المنظومه الالكترونيه دي بتديني حاجه مهمه جدا، الدقه في البيان. لما يعني بيبقى الباحث او المعاون اللي جاي يزور حضرتك في البيت بياخد بيانات حضرتك، هو بيسجلها على التابلت معمول عليه فاليديشن رولز لكل سؤال، ما بيسمحش انه يتنقل ينتقل الباحث او المعاون لسؤال اخر غير ما يستوفي النقطه اللي هو واقف فيها. استاذ محمد، النقطه دي على وجه التحديد احنا طبعا بنتكلم عن الشق الاول ولو حصر المباني السكنيه دي المرحله الاولى، الشخص او المسؤول التعداد بيتوجه مثلا يخبط على الشقه، نبتدي بس خطوه خطوه عشان نكون واقعيين، يخبط على الشقه، السلام عليكم، الشقه دي ملك مين؟ حضرتك عايش فيها، الايجار تمليك؟ ده السؤال اللي هو بيدور في، يعني عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في الخطوه الاولى الخاصه بالتعداد، وهل بينتقل لمراحل اخرى مباشره نساله على الاولاد ولا دي مرحله لاحقه على التعداد الاولاني؟ تمام. المرحله الاولى ودي فعلا تم الانتهاء منها بالفعل، دي مرحله حصر المباني ومكوناتها. اي مبنى حضرتك بتقابله بيبقى في وحدات سكنيه وغير سكنيه، قد يكون الوحده دي فيها اسره مقيمه ودي بنقول عليها وحده سكنيه، او قد يكون في منشاه هي دي الدكتور، مكتب محاسب، شركه، مقر شركه، حاجه من هذا القبيل، فدي بنقول عليها وحدات سكنيه وغير سكنيه. الوحدات دي احنا تم حصرها بالفعل في الفتره من فبراير لحد 20 مارس انتهت المرحله الاولى اللي هي حصر المباني ومكوناتها. بعد كده المرحله بيتم السؤال فيها عن ايه؟ بيتم السؤال فيها عن اسم رئيس الاسره، بيتم عدد الافراد، اسال عن عدد الافراد ذكور واناث قد ايه المقيمين بصفه دايمه مع رئيس الاسره. يعني لو حضرتك رئيس اسره وعندك 4 ابناء منهم واحد مش مقيم معاك، يبقى الفرد ده انا مش باخده مع حضرتك في الفتره بتاعت التعداد لو هو اكتر من سنه. طيب تسمعني استاذ محمد، بس انا مبدئيا عشان بس يكون في طمانينه ان اي مواطن رايح يتجه ده يا جماعه مباشره، هو الكارت او نموذج التعريف الخاص باي فرد سيقوم بطرق باب المنزل عشان يتعرف على اشياء، لازم مباشره تطلع على هذا الكارت، هذه الكيفيه يكون
ممهور او موقع من السيد مدير الامن الخاص بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، هو مؤرخ من 1/1/2017 حتى 30/6/2017، مكتوب فيه كل البيانات التعريفيه الخاصه بالشخص، صوره الشخص المتواجد او سياخذ البيان الخاص بالاحصاء بشكل مباشر. ده موضوع مهم جدا في بدايه الحديث او بدايه الكلام، ان احنا نطلع على هذه البطاقه الخاصه بشخص الموظف اللي هيكون متواجد امام المنزل حضرتك او بيتك او بيطرق الباب، نطلع بكل دقة على هذه البطاقة. ده مهم جدا يا استاذ محمد. تمام طبعا، خليني اضيف بس الكلام حضرتك قبل ما نتكمل الكلام مع بيت مراحل التعداد. بالنسبة للبطاقة التعريفية للباحث او المعاون اللي هيزور حضرتك في البيت، الجهاز راعى فيها توفير الامان، عنصر الامان للشخص اللي انا هزوره، بحيث انها فيها علامة مائية، علامة مائية من من العلامة بالعرض موجودة من الجهاز، بيصعب تزوير البطاقة باينة جدا بالظبط، علامة تشبه يعني العلامة اللي موجودة في الفلوس، علامة مائية قبل التزوير، قبل التزوير تم طباعتها في مطابع الشرطة على أساس إنها تكون مطبوعة بشكل جيد، يصعب تزويرها، بحيث لما حضرتك تشوفها وتتأكد منها وبيانات اللي موجودة. نسمع حضرتك محمد عبد القادر، محمد عبد القادر ده معاه أي دي خاصة بيه، هو الرقم القومي بتاعه، لما حضرتك خدت الرقم القومي بتاعه وبصيت عليه وبصيت على البيانات اللي هنا واللي هنا هتلاقيها موجودة هنا بالظبط، اطمنت من الشخص اللي موجود قدامك ده شخص جاي من الجهاز المركزي، خدت الجزء بتاعك اللي الجهاز حرص ان هو يوفره لك، الامان حتى نطاق العمل كمان مكتوب يا استاذ محمد، اذا هو هيعمل في نطاق اي مرحله او في نطاق هيعمل مثلا في محافظه المنيا، محافظه ونور سينا، محافظه المكان اللي هيشتغل فيه، محافظه القاهره، هيكون مكتوب المحافظه اللي هيعمل فيها بشكل كبير. فده برضه من ضمن عوامل السلامه، يعني هو بيبتدي بالاسم، وظيفته في التعداد، الرقم القومي، نطاق العمل، قسم او المركز، الاستفسارات حتى لو حابب ان انت تستفسر ده رقم مجاني هيكون موجود 0800 37 137، الرقم المجاني مره اخرى 0800 37 137، برقم مجاني للسؤال حتى عن شخص الشخص اللي موجود امام حضرتك، وموجود كمان الدعم الفني والبطاقه السريه من وحتى التاريخ. البطاقه دي الجهاز حرص فيها ان يكون المستجيب اللي هاخد منه البيان بوفر له الامان، بس انا بطلب منك، انا بوفر لك اللي انت عايزه، ان انت تكون امن على نفسك والشخص ده واقف معاك. كمان انا بطلب منك بقى الصدق في البيان، اهم حاجه في التعداد يا استاذ محمد هي عنصر الصدق بالظبط، لان اي يعني اي خلل ده ضرر عليك انت في الاول قبل ما يكون ضرر علينا على الجهاز المركزي او التعداد مصر. وبعدين احنا عايزين ناكد على معلومه ان ما فيش اي معلومه هتخرج عن نطاق السريه، يعني هي احنا هدفنا في الاول وفي الاخر ان احنا نصنع خريطه لمصر، خريطه سكانيه على مستوى الاشخاص، خريطه سكانيه على مستوى المنشات السكنيه، خريطه سكنيه عن المنشات العماله او ماذا نحتاج من عماله. فاحنا الثلاث حاجات دول احنا بناكد عليهم، هم فيهم سريه وفيهم دقه شديده جدا في السريه. ده انا بطمن كل الساده المشاهدين وبطمن كل حد بيسمعنا ان الجهاز القانون كفل السريه الكامله للبيانات الفرديه. يعني ما اجيش اخد بيانات استاذ عمرو واديها لاي حد، سواء كان الشخص ده شخص طبيعي او شخص معنوي، شركه او حاجه من هذا القبيل. القانون كفل لحضرتك سريه البيان. انا لما باجي انشر بيانات في الجهاز بنشرها قد تكون على مستوى منطقه شيخ او قريه او مدينه او محافظه او الجمهوريه ككل، عشان اوضح كل مكان ايه الخصائص بتاع السكان اللي فيه. لكن ما بيش اقول بيانات استاذ عمرو 1 2 3، لا القانون بيجرم ده. اصل هو من ضمن الحاجات يا استاذ محمد اللي بنسمعها، يعني بشكل طبعا انت عارف عندنا اخواتنا من الوسطاء شويه مثلا في التعليم في المناطق الارياف او في محافظات مثلا زي محافظه الصعيد، يقول لك ايه، لا يا عمرو هيبلغ عنا الضرايب، لا ده هيقول الضرايب انا عندي ايه، لا ده انا عندي وحدتين مثلا هيبلغ عني، فبالتالي هدفع الوحدتين سداد مش عارف انا اقضي كام. الحاجات دي كلها بنسمعها، وحاجات من ضمن المشاكل السلبيه اللي هي نتيجه عدم الوعي باهميه التعداد. خلينا نطمن كل الاخوه المشاهدين، سواء كانوا اشخاص طبيعيين زي وزي حضرتك او اشخاص معين شركات او حاجه زي كده، اشخاص طبيعيين، ان البيانات بتاعت كل فرد مكفول ليها السريه بحكم القانون، وملناش علاقه باي جهه ثانيه كضرايب او كالتنظيم او الحاجات دي كلها، الادارات والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي احنا ملناش علاقه بيها خالص في الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. احنا ما بنطلعش بيانات على مستوى فردي لاي شخص. ده الجزء اللي انا احب اطمن الناس بيه بحكم القانون رقم 35 لسنة 60 والقانون رقم 22 28 سنة 82،
ده المعدل دي كمان ده بياكل سريه البيان كمان بيكفل ليا حق النوعي. طيب استاذ محمد احنا بنتكلم عن المرحله الاولى الخاصه بيني، هي طبعا المرحله الخاصه بالوحدات السكنيه. احنا معانا النموذج الخاص اللي بيطبق عليه الرقم التنظيمي لخدمات الوحدات السكنيه. ايه الشرح بتاع ده يا استاذ محمد؟ وفي عندنا باركود كمان وعندنا ارقام بالمحافظات بالشيخات بالعنوان بكل تفاصيل خاصه بيه. ايه الورقه الجديده اللي انتوا حطيتوها دي؟ الرقم ده يكون ايه مصيره او ايه شكله الموجود؟ دي حاجه جديده بيتم مع التعداد الالكتروني، بيتم مع كل مرحله، تمت مع المرحله بتاعت حصر المباني حوالي تقريبا 45 مليون كارت تنظيمي هيطلع هيتوزع. الكارت ده اسمه رقم موحد للخدمات، الرقم التنظيمي اللي هو موجود من فوق ده مش كده؟ بالظبط، ده بيبقى عباره عن احداثيات بتاعت الموقع بتاع البيت حضرتك، ده خاص بالوحده مش خاص بالشخص. بالوحده طبعا. يعني انا لما بدي حضرتك الكارت ده هيتوزع عليك في مرحله السكان الوحدات السكنيه وفي مرحله المنشات للوحدات الغير سكنيه اللي هي المنشات والشركات والحاجات دي كلها. هيتوزع الكارت ده. الكارت ده خاص بالمكان، حضرتك استاذ عمرو ساكن في البيت ده الكارت بتاعك في الوحده دي في الشقه دي في الدور ده. لان كل رقم من هنا بيدل على مستوى الدور اللي انت فيه وبيدل على رقم الوحده في الدور اللي اتاخد. واخد بال حضرتك؟ يعني ده مش للعمارة، ده لكل وحده، لكل وحده من الوحدات السكنيه. بالظبط كده. لما تيجي حضرتك ده رقم واحد للخدمات، كهرباء، ميه، نور، لا قدر الله لو في اي حاله وحبيت تتصل بالاسعاف، مجرد ما تقول الرقم التنظيمي ده هتلاقي الاسعاف بتظهر قدام البيانات. يعني ممكن يدخله على احداثيات الجي بي اس مثلا، هو على طول خلاص بقى هو كده اتسجل، خلاص هو كده اتسجل. المركز ده بيشمل بيانات الشياخه والمنطقه اللي انت فيها والقسم اللي انت تابع ليه، كل حاجه موجوده في الباركود الموجود هنا قدام حضرتك دوت. ده اللي مش هيتعاون هو الخسران والله. طبعا والله اللي مش هيتعاون بشكل يعني بالغ الدقه يكون هو الخسران في تقديم الخدمات بهذا الشكل. بالظبط. كمان بيفيدك في حاجات كتيره جدا. انت لو بصيت حضرتك التعداد في حد ذاته احنا بنقول للتخطيط، التخطيط ده مش لينا احنا بس دلوقتي، ده لاولادنا كمان اللي موجودين معانا واللي جايين بعد كده وكل الحاجات دي كلها عشان نعمل لهم حاجات يبقوا مستريحين وهم هدفنا في الدنيا. لازم يكون عندنا بيانات سليمه وقواعد بيانات سليمه. احنا انتهينا من المرحله الاولى، هنبدا اللي احنا سالنا فيها عن اسم رئيس الاسره، عدد الافراد ذكور واناث، الرقم القومي، رقم التليفون، وسالنا سؤال تاني عن امكانيه التسجيل الالكتروني. دي خاصيه برضه متاحه الجهاز، ان ممكن حضرتك بتسجل بياناتك الكترونيا عبر موقع بيتيحه الجهاز لده، بس لو حضرتك بلغت انك انت عندك الاستعداد ده في المرحلة بتاعت حصر المباني اللي انتهت، في الوقت ده الجهاز بيتواصل معاك بيبعت لك رسالة فيها الرقم السري اللي حضرتك هتخش بيه عشان بياناتك محدش يطلع عليها غيرك، بتخش على الموقع بتسجل بياناتك، ما بيجيلكش المندوب بتاعنا تاني لان خلاص انت سجلت بياناتك، لكن حضرتك لو ما سجلتش فانا ببعت لك المندوب. احنا تقريبا فيه نص مليون تقريبا طلب ان هو يسجل بياناته الكترونيا. طيب النص مليون ده الاسره بتاعته هو الباحث في مرحله حصر السكان، بيبقى الاسره قدام منه على التابلت مقفوله ما يعرفش يخش عليها بياناتها. بعد ما بتنتهي فتره التسجيل الالكتروني وحضرتك ما سجلتش وانا اتواصلت معاك بكل وسائل، اتصلت بالتليفون بتاعك وبعت لك الرساله وحضرتك ما سجلتش لظروف ما او اي حاجه، برجع بعد كده افتح الاستماره دي تاني للباحث بتاعي في المنطقه بتاعتك عشان يروح يجيب بيانات حضرتك، عشان التعداد اهم صفه بتميزه الشمول، ان هو بياخد كل افراد كل حاجه على على ارض الوطن في لحظه معينه بيطلع شمول كامل، افراد، منشات، وحدات سكنيه، مباني، كل حاجه لازم التعداد يظهرها عشان يكون التخطيط سليم. طب لو انا ما خدتش من حضرتك البيان سليم ده بيترتب عليه ايه؟ بالظبط كده. بيترتب عليه ان التخطيط بتاعي لما اشوف المنطقه دي مثلا انا محتاج فيها خدمات 1 2 3، البيانات بتاعتي في صانع القرار، ايا كان صانع القرار مش لازم يكون من الدوله، ممكن يكون حضرتك عايز تفتح مصنع تنتج سلعه معينه، طب هتعرف الحته دي هتساعك ازاي او هتستوعب السلعه بتاعتك ازاي من غير ما يكون عندك بيانات دقيقه وسليمه متوفر فيها كل حاجه؟ اذا هنا صانع القرار ما اقصدش بيه الساسه والمخططين، لا ده انا كمان اي واحد عايز يفتح مشروع هيفتحه على اساس ايه؟ اذا انا عشان افتح مشروعات تخدم المكان اللي انا فيه لازم يكون عندي بيانات مسبقه عن المكان ده مش كده؟ مظبوط. اذا هنا المصداقيه اصبحت فرض عليك لو انت فعلا حابب نفسك وحابب ولادك وحابب بلدك. صحيح. طب ده هيسحبني لسؤال بس
قبل السؤال اللي هرد عليه ان هي نقطه التوعيه ودور الاعلام في التوعيه، وان لازم نحدث نقله نوعيه في توعيه المواطن البسيط باهميه التعداد، وده اللي احنا بناكد عليه مرارا وتكرارا اهميه التعداد بالنسبه لمصر وبالنسبه ليك شخصيا. السؤال ده بس هنطرحه بقى قبل السؤال اللي جاي. احنا عندنا مناطق كتير جدا جديده مستحدثه، منطقه التجمع، 5 اكتوبر، بدر، كل الاماكن دي فيها وحدات سكنيه كلها فاضيه. هل احنا بنعمل لها حصر برضو تنظيم الرقم الوحدات ومين الملك الخاص بيها، ولا احنا ما بنعملش ده وبنقتصر فقط على الوحدات المأهولة بالسكان؟ لاحظ حضرتك وانا بقول لك كل ما هو على ارض الوطن في لحظة معينة بيتم حصره، الشمول اي مبنى تم حصره، المبنى ده حتى لو هو خالي فهو تم حصره وتم تسجيل الرقم المكان بتاعه. الرقم ده بيخش فيه التلات جهات، وزارة الانتاج الحربي، الجهاز المركزي، وزارة التخطيط بصفتها هي الممولة للتعداد. الرقم ده هيخدم موجود في كل حي، هيبقى موجود لكل مكان على ارض مصر. طيب انت هتقدر توصل ازاي لملك واحدة مش موجود فيها؟ حضرتك احنا بنزور المكان ده طول الفترة. بعد ما حضرتك لو انت سبت الوحدة بتاعتك والتعداد بتاعنا خلص وحضرتك بس انا مش قصدي النقطه دي، انا قصدي الوحده قائمه فعليا وموجوده على ارض الواقع، والعماره مثلا قائمه ومتشطبه وجزء ساكن وجزء مش ساكن. هل مثلا من صلاحياتكم انت مثلا تقدر تتصل بملك ملك مثلا المنطقه دي، تطلع على الدفاتر ومثلا واحده ملك مين واحده ملك مين وتتواصل معاه، ولا ده مش مشكله بالنسبه لك؟ لا، فانا بسلم الرقم الموجود او بحطه تحت الباب اثناء الزياره، وبالنبي ده هيطلع بيه حمله اعلانيه كامله هتعرف الناس بالرقم المكاني واهميته، وان احنا هنسيبه ازاي او المندوب بتاعنا هيسلمه ازاي للوحده، واللي مش موجود هيلاقيه فين، فيراعي ويلاحظ الرقم ده فين ويحتفظ بيه ويحفظه كويس قوي، لان الرقم ده هيفيده في كل الخدمات اللي هتقدم للوحده، سواء كانت كهرباء، ميه، غاز، اي خدمات اخرى هتقدم هتبقى مرتبطه بالرقم الموحد لخدمات. ده يونيك نمبر لكل وحده مش لكل فرد، لكل وحده، لان زي ما حضرتك معاك الرقم القومي بتاعك ما بيتكررش، هو برضه ده ما بيتكررش لاي وحده، لانه مخلوق متاخد باحداثيات المنطقه مش متاخد كده. لا يعني حضرتك لو انت ساكن في الوحده دي وانا سلمتك الرقم التنظيمي وحضرتك جيت هتسيب المكان ده تروح مكان تاني، فالرقم ده يخص المكان اللي انت كنت فيه ما يخصش اللي انت رايحه الجديد، الجديد ليه رقم اخر. هو دي ميزه الرقم المكاني. هو مش مهم في التعداد استاذ محمد قوي انت تبقى عارف ان انا مالك كام وحده او عندي كام شقه او عندي عقارات قد ايه، ده مش مهم في التعداد؟ لا، انا بخش عندك الاسره انا بسالك عن الممتلكات بتاعتك، الحاجات السلع، الحاجات اللي انت بتملكها، الحاجات دي بيبقى ليها ابحاث ثانيه ومصادر ثانيه. انا كل اللي يهمني ان اخد المكان اللي حضرتك فيه، بسالك عن ممتلكاتك اللي هي اذا كان ثلاجه، غساله، عربيه، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها اللي دي بتخش في تحديد مستوى الثروه في المجتمع او التقسيمات من هذا القبيل في المسوح. دي في حاجات ثانيه كتيره جدا في المسوح بتتم خلال 10 سنوات، في مسوح اخرى بسال فيها الاسئله اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. طيب خلينا نشوف برضو دور الاعلام والتوعيه واهميه الحملات الاعلانيه، ونروح بس فاصل اقتصادي صغير كده نشوف اخبار المال والاعمال واخبار البورصه المصريه واخبار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه المصري مع زميلتي مجد القاضي. صباح الخير يا مجد، اتفضلي. صباح الخير. اهلا بحضراتكم من جديد، وبجدد مره اخرى ترحيب بضيفنا الكريم استاذ محمد عبد القادر مدير عام الاحصاءات بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بحضرتك استاذ محمد. كنا وقفنا عند نقطه الاعلام، توعيه المواطنين باهميه الحمله، اهميه ان تكون صادق في تعاملك مع رجل الحمله او الشخص اللي هيتواصل معاك في الحمله او حتى في البيانات الالكترونيه، كل دي حاجات بتعتمد في الاول وفي الاخير على صدقك في البيانات. اكيد الدور الاعلامي عليه دور كبير جدا. انتوا مين من يعني وقفتوا في اي نقطه بالظبط مع انكم انتوا بداتوا بقالكم حوالي اكتر من شهرين؟ احنا خلصنا المرحله الاولانيه زي ما قلت لحضرتك، وهنبدا المرحله الثانيه ان شاء الله اللي كان مقرر ليها يوم 10/4 اللي هي مرحله عد السكان. انتوا خلصتوها ان انتوا توزعتوا على يعني وزعتوا الارقام دي على الناس؟ لسه هتوزع في المرحله اللي بكلم حضرتك عليها مرحله عد السكان. يعني عملتوا شكل احصائي لكن لسه ما وزعتوش الارقام. الارقام دي طلعت منين؟ طلعت من حصر المباني اللي احنا عملناها. خلاص؟ فبيطلع الرقم ده ويتم طباعته و10
وهيتم توزيعه في المرحله الثانيه اللي احنا بصددها دلوقتي. لما اريح لك بقى ياخد الاحصاء السكن بالظبط معاك بقى البيانات التفصيليه اخده. خدت في المره الاولانيه اسم رئيس الاسره وعدد الافراد المقيمين معاه بصفه دائمه. يعني ده حصل مع كل الناس؟ مع كل الناس فن. انا ما حصلش معايا. يبقى حضرتك في رقم اللي هو 0800. انا واحد من الناس مثلا ما شفتش الموضوع بس ممكن يكون جه حضرتك مش موجود. ايه يعني على الاقل كنت هتبلغ ان في حد جه. لكن في اماكن ما فيش حد فيها كده. في مشروع طبعا ولكن انا برجو كل حضرتك واي حد حصل معاه ان هو ما جاش المندوب سال عليه في الرقم اللي هو موجود 0800 3 7 1 3 7. طيب ارجو بس ان زمايلي في الكنترول نكتب الرقم ده على الشاشه 0800 3 7 1 3 7. الرقم مجاني تماما. يعني ارجو لكتابه الرقم او نقوله مره ثاني 0800 3 7 1 3 7. ده الرقم المجاني لاي شخص ما فيش زياره ليه من قبل الشخص القائم من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء لزيارته لاغلب التعبئه السكاني. هيتصل مباشره بالرقم ده 0800 3 7 1 3 7 عشان يتم التواصل مع الجهاز المركزي. اي احد من الاخوه المشاهدين ما زالوش من دول التعداد السكاني، وعلى فكره دي حضرتك هتلاقيها في شريط الاخبار اللي بيمر تحت موجود في القناه الاولى دايما بيقول لك للابلاغ عن عدد زياره مندوب التعداد السكاني او انك انت تبلغ بياناتك اتصل بالرقم المجاني 0800 3 7 1 3 7. ده حضرتك بتساعدني وبتقوم بالدور اللي عليك على اكمل وجه، ان احنا كمان لو في قصور عند المندوب ما جالكش او جه ما لقاكش كذا مره او حاجه مش هنقول كده، هيبقى حضرتك هتساعدنا في ان بيانك هيسجل معانا لحد ما نجيلك المرحله الثانيه. كده كده احنا هنزورك تاني. هنزورك تاني في المرحله الثانيه مش هنسيبك. ولكن انت بتساعدنا برضو ان احنا بنبقى عارفين على الاقل هنعرف تواجدك هيكون امتى، هنبقى نجيلك ازاي، ناخد بياناتك الوضع ازاي، هيبقى في صله تواصل بيننا وبين بعضنا. ان شاء الله. المرحله دي لما سالت حضرتك فيها عن عدد افرادك وهتحط لك فيها التسجيل الالكتروني، هبدا المرحله الثانيه اللي هي عدد السكان كان مقرر ليها 10/4. طيب الرقم موجود معانا يا استاذ محمد على الهواء، اللي يحب يعني لو ما فيش مندوب من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء زارك في المنزل هيتم الاتصال على الرقم الموجود على الشاشه 0800 3 7 1 3 7 عشان يزوره او حتى يسجل بياناته عشان يتم التواصل معاه في المرحله الثانيه. وزي ما اكدنا مع حضراتكم الرقم التنظيمي الخاص بالوحدات السكنيه ده رقم مهم جدا هيتم الاعتماد عليه في كل الخدمات اللي هتقدم لكل المواطنين في الفتره القادمه ان شاء الله. فالرقم ده اصبح مهم جدا، دي خدمه لنفسك اولا مش خدمه حتى للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، دي خدمه لنفسك اولا عشان يتم التواصل معاك في كل الخدمات اللي هتحتاجها ان شاء الله في المستقبل القريب. اتفضل يا استاذ محمد. المرحله اللي احنا هنبدا فيها دي اللي كان المفروض مقرر ليها يوم 10 ابريل، ولكن طبعا نظرا للظروف اللي حضرتك عارفها وانا بستغل الفرصه دي وبعزي جميع اخواننا شركائنا في الوطن في الحوادث اللي حصلت ديت، دي خلتنا برضو يعني اجلنا شويه اسبوع مش اكتر، وهنبدا ان شاء الله بعد شهر النسيم هنبدا يوم 18/4 هتبدا المرحله فعليا مرحله عد السكان. هتلاقي المندوب جاي يزور حضرتك، خد عندك 4 افراد او 5 افراد او فردين او فرد ايا كان وضع حضرتك في الاسره بتاعتك، هيجي يسالك على عدد الافراد اللي خد عددهم في المرحله الاولانيه، كل واحد على حده هياخد خصائصه بالكامل. انا عندي نوعين من البيانات، في استماره مطوله واستماره مختصره. الاستماره المطوله دي بتتم على عينه من المجتمع، بتبقى فيها شويه اسئله اكتر شويه، العينه دي 10% من المجتمع، دي عينه ممثله جدا طبعا، اللي باخد فيها بعض الاسئله الزياده مثلا زي اسئله الصعوبات عشان اعرف الناس اللي هم ليهم احتياجات خاصه قد ايه في المجتمع مثلا، ابقى عارف ايه اللي انا هقدمه لهم، ايه اللي ممكن اعمله معاهم من البيانات اللي هاخدها ديت. كمان باخد طريقه التخلص من الكمامه مثلا، برضو بعرف ازاي الاسر تتخلص من الكمامه، وانت عارف مشكله الكمامه بالنسبه لنا في المجتمع. برضو الحاجات دي كلها هتفيدنا من خلال العينه اللي هي 10% اللي هتتم على المجتمع. الاسئله الاخرى ما هي الاسئله خاصه بكل فرد على حده، حالته العمليه، حالته التعليميه، بسالك عن بعض الاجهزه المملوكه للاسره. دي اسئله عاديه جدا مفيش فيها اي حاجه، ما بسالش اي اسئله تخص الدخل باي شكل من الاشكال، ليها مسوح تانية وليها حاجات تانية، ما بسالكش عن دخلك، ما بسالكش عن الحاجات دي كلها. فالاسئله بتاعتنا نرجو فعلا مره تانية وثالثه وعشره وعشرين ادينا بياناتك بصدق عشان نقدر لما نحط البيانات قدام المخططين ورسيم السياسات نحطها بيانات صح، ما نجيش بعد كده نقول احنا ما بنعرفش نخطط، ما بنعرفش نعمل، ونرمي اللوم
على الحكومة والحاجات دي كلها. واحنا في البداية كان الخطأ بتاعنا احنا ان احنا ما ساهمناش بمصداقية مع الجهاز. لما جه الدولة لما لفت الجهاز يقوم بالتعداد والدولة صرفت عليه والجهاز بذل مجهود، الجهاز خلية نحل ما بتنامش ليل ونهار شغالين ما بننامش فعلا فترة التعداد. احنا في حرب فعلا، حرب اسمها حرب التعداد زي بنطلق عليها، احنا بنبذل مجهود لا مزيد عليه، مطلوب بس مساعدة حضرتك لينا. الجزء الخاص بيك الجزء الجزء الامني اتحقق منه زي ما انت عايز بالكافية بتاعتك، ولكن الجزء الخاص بيا انك انت تديني بياناتك بمصداقية، مش تدهني بس، لا ده انت تدهني بمصداقية عشان يكون كل الثمرة اللي احنا كلنا بندور عليها ومستنيينها الحياة الكريمة نقدر تتوفر من خلال البيانات السليمة. المرحلة التانية دي لما هتخلص ان شاء الله هيبقى بقيت عندنا المرحلة التالتة بقى. التالتة اللي هي مرحلة حصر المنشآت، ودي بتفيدني في ان انا حتى كمان لو اي منشأة موجودة صناعية بقى صناعية او الخدمية ايا كان نوع المنشأة ما بحددش نوايات بعينها، اي مشيد قائم على ارض مصر انا بحصره، اي نشاط قائم على ارض مصر انا بحصره عشان ابقى عارف لو انا مثلا انت محتاج هتطلب عماله هوفر لك عماله ايه، لو انت هتفتح مشروعك في حته معينه عايز يعني كذا او اوفر لك الدم ازاي، مشروعك ده محتاج مني طاقه قد ايه كده ولا فرع تاني اوفرها لك. ما انت عايز لما تفتح اي مشروع بيفتح محتاج خدمات مش كده، الخدمات دي انا هقدمها ازاي وهبقى جديد بتقدمها بالشكل السليم اللي يرضيك ويرضي الاخرين، الا اذا كان انا عندي بيانات سليمة عن كل منشأة موجودة او كل حاجة موجودة نشاط بيقوم في مصر مش كده، عشان اقدر اخطط صح وادي البيانات بتاعتي صحيح المظبوطة. يبقى احنا في اخر او في ختام حوارنا اللي كنا فيه مع حضرتك استاذ محمد مرارا وتكرارا، الصدق في المعلومة هيبني الوطن، يعني الصدق في المعلومة يفرق معنا جدا. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا يا استاذ محمد. انا سعيد بحضرتك. شكرا استاذ محمد عبد القادر مدير عام الاحصاءات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد. شكرا لك. اهلا وسهلا بك. فاصل قصير نلتقي من جديد لزميلنا من خليل وحوار اخر من حوارات هذا الصباح، ابقوا معنا.